في وفد في لقد نزلنا بحمد الله في مطار نيويورك الرئيسي وساعة تشير إلى السادسة مساء وعشرون دقيقة حسب التوقيت المحلي. تكون درجة الحرارة الخارجية 28 درجة مئوية. يرجى احترام تعليمات السلامة المشارة. ننصحكم أن تأخذوا الحذر من السقوط المحتمل أن تعد فتح المخادع وتأكد أنكم لن تنسوا شيئا على متن الطائرة. عند النزول نطلبكم احترام التعليمات التالية. ابقوا جالسين حتى يتم منحكم الإذن من قبل أعضاء الطاقم للوقوف وأخذ أمتعتكم ونزولكم. ثانيا بين ركاب الصف الأول ثم باقي الصفوف بالتوازي وذلك من أجل احترام مسافة التباعد الجسدي. نأمل سيدة واسادة أن تكونوا مسرورين في هذه الرحلة وسنكون سعداء بالترحيب.